على كل حال خبر واحد اخر نروحوا له انه بن صالح على كل حال نتمنوا له الشفاء اللي كان رئيس دوله على كل حال تبرع بالراتب تاعو الشهريه تاعو كاع حطها على كل حال بن صالح اللي انتقدناه كي كان رئيس دوله على كل حال وما خليناهلوش دروك راه مريض وتبرع بالراتب تاعو في ظل هذه الازمه نتمنوا له الشفاء ان شاء الله باذن الله وحنا انتقدناه كرئيس دوله ماشي كشخص كشخص نتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله ويرجع لوليداتو صحيح ومعافى باذن الله كذلك كاين ارمله المرحوم القايد صالح تبرعت ب 15 شاحنه 15 شاحنه لخاوتنا في البليده الله يجازيها ان شاء الله والله يجعل تشوف خاوتنا في المرسى لهنا فانا خاوتنا في المرسى لا 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 الزواولة عندنا بزاف لهنا ان شاء الله تشوف فيهم باذن الله كذلك قياده الجيش دارت مبادره لاباس بها الله يحفظها الله يحفظهم كاع ان شاء الله تبرعوا كاع بالمرتبات تاعهم كذلك خوتنا في العداله تبرعوا بجزء من المرتب تاعهم على الخطوط الجويه الجزائريه شوف التبرعات اللي تمشي شوف شوف ما شاء الله هاشوا الخطوط الجويه عم يديروا الرطار بصح هما في وقت الازمه ما داروش الرطار وقفوا تحياتنا لكم جماعة العدالة تحياتنا لكم بارك الله فيكم نتمنى ان شاء الله من الموظفين كامل من الموظفين كامل كاع يتبرعوا اسيدي كما يقول لك بجزء من 100 على 200 على 500 على كل واحد وش يقدر علاه لهذا الصندوق تاع كورونا من السلطة فعلا اللي راهم شادين الصندوق هذا ماذا بنا تخبرونا شحال راه فيه شحال دخلوا دراهم شحال خرجوا شحال هكذا ليا كي تكون الشفافية تشجع الناس ما تتبرع لأنه مازالت الثقة مهزوزة بين المواطنين وبين أيوا فهموا رواحكم ديكلارو الناس شحال دخلوا شحال دخلوا سوارد أيوا كيما الرئيس هو تبرع المرة اللي فاتت الرئيس واقيلا يخلص 100 ما 300 مليون يخلص تخلص التبونة تخلص الله يبارك الله يبارك الوزارة فان يخلصوا مليح الناس ما تكون شفافيه في التسيير هذا مكان مش قادر يتعثق ماشي باش انا شاكين فيكم لا لا خدموا الله يعاونكم الحرس يقولوا الناس عاد فيه وخوتنا الموظفين كاع على المستوى الوطني ماذا بينا يديروا هذه المبادره هذه من جهه من جهه واحده اخرى كذلك كاين واحد تقساني قال لي كاين واحد الفئه مازال ما تبرعوش راكم عارفين شكون تحيه لهم نحييهم بزاف بزاف هذوك الفئه هذو ربي يحفظهم ان شاء الله